النهارده البنك المركزي الحمد لله والشكر لله يطرح اول عمله بلاستيكيه في السوق المصري فئه 10 جنيه. دي العمله اللي محدش هيعرف يكتب عليها احمد بيحب منى. دي العمله اللي مش هيتكتب عليها بالقلم الجاف، مش هينفع، ولا بالقلم الفلوماستر. ودي العمله اللي مش هينفع تتحول الى حاله تذكاريه تكتب عليها مذكراتك، ولا تكتب عليها ملاحظاتك وانت واقف في الاتوبيس خالص. يا جماعه كل بلاد الدنيا بلادي. بص، كل بلاد الدنيا بتحترم عملتها جدا جدا جدا، والخطوه دي بقى نقديا وما بين قوسين اقتصاديا مهم قوي ان يبقى فيك عندك عمله جديده بلاستيكيه. ليه؟ تعالى نسال دكتور علي الادريسي استاذ الاقتصاد بمدينه الثقافه والعلوم. اهلا 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 يا دكتور، وكل سنه وانت طيب. كل سنه وحضرتك طيب وبصحه وبسلامه وبخير يا رب، وربنا يحفظك ويحفظ بلدنا من كل سوء. يا رب دايما يا رب ويا رب يخليك. اهميه اصدار العمله البلاستيكيه. بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نقول طبعا هو يعني احنا حضرتك تعلم تماما ان احنا يمكن كنا بصدد ان العمله دي تصدر يمكن من حوالي عامين مضوا، لكن طبعا الظروف اللي مرت بقى بجائحه كورونا بالصدمات الاقتصاديه العالميه اثرت شويه في تاجيل عمليه الاصدار، لكن الحمد لله يعني البنك المركزي كان عنده اثار كبيره ان يتم اصدار مثل هذا النوع من الاصدارات الخاصه بالبوليمار، او احنا بنطلق عليها يعني بالشكل العامي ان هي بلاستيكيه، لكن هي حقيقه الامر هي مش بلاستيك خالص، هو ماده اخرى مرتبطه بالبوليمار، هي ماده يعني مختلفه تماما عن ورق البنكنوت اللي كان بيتم انطباع عليه لعقود كثيره جدا، وده يمكن لمزايا كتير العالم كله ابتدى يتحرك عليها، سواء مرتبطه طبعا بان هو كتكلفه طباعه بتكون اقل لان معدلات الاهلاك فيها بتكون والتلف بتكون قليله جدا مقارنه بالورق البنكنوت، كمان الفكره مرتبطه بصعوبه التزوير. انت عارف حضرتك برضه ان يعني زي ما الحكومات والبنوك المركزيه بتتطور في اليات الخاصه بطبع البنكنوت، برضه عالم الجريمه والتزوير برضه هو كمان يعني للاسف بيتطور. احنا شفنا يمكن يعني عديد من الحالات الخاصه بالنصب والتزوير لدى يعني مش هنقول في مصر لكن في عديد من الدول على مستوى العملات، لكن ابتدى يبقى في نهج جديد ان العملات دي كمان بيصعب عمليه التزوير فيها بشكل واضح. كمان على المستوى البيئي والصحي ان هي عندنا جزء مرتبط ان هي ما بتنقلش طبعا الامراض والاوبئه زي الورق البنكنوت، وكمان الفكره الثانيه مرتبطه بان يحصل اعاده تدوير مره اخرى للعملات، يعني دوت يمكن ما بيحصلش في البنكنوت لكن في البوليمان ممكن يتم اعاده تصنيعها وطباعتها مره اخرى، فبالتالي دي نقاط مهمه. وكانت طبعا ان حتى المظهر الحضاري وشكل حتى العمله يعني افضل بكثير طبعا من لما بيكون الطباعه على شكل ورقه البنكنوت. وهقتبس منك بقى جزء حضرتك بدات بيه حوارك ان مش هينفع يكتب فيها بقى فلان بيحب فلان ومش عارف ايه والحاجات اللي احنا عانينا منها للاسف الشديد في فترات طويله، وكانت بتشوه من شكل العمله بتاعتنا للاسف. طيب على المستوى مستوى السياسه النقديه وعلى المستوى الاقتصادي، هل في تاثيرات لاصدار هذه العمله، تاثيرات ايجابيه بمعنى بالاحرى؟ يعني جزء منها مرتبط بتقليل التكلفه الخاصه بالطباعه، ده جزء طبعا مهم جدا يا حمد، اكيد البنك المركزي بيدور عليه انه يقلل من تكلفه الطباعه، لان طول ما العمله تقدر ان هي تستمر في التداول في السوق لفترات زمنيه طويله، كل دوت ما بيقلل بشكل واضح من تكلفه الطباعه، لان خلاص يعني كلنا كمان حتى وشايفين معدلات التضخم اللي بترتفع، فاكيد بتاثر على يعني التكلفه الخاصه بطباعه العمله، فبالتالي انت بتبقى محتاج ان انت يبقى عندك عمله تقدر ان هي تتداول لفترات زمنيه اطول، وفي نفس الوقت تقلل لك من التكلفه اللي ممكن تكون بتتكلفها في ورقه البنكنوت، بجانب كمان ان احنا حتى بنتكلم ان تقدر ان انت بعد كده ان انت تعيد مره اخرى يعني تصلحها،
فده برضه جزء مهم جدا بالجدوى الاقتصاديه لاستخدام البوليمر. ثم كان يحسب للبنك المركزي انه ما غيرش كل فئات العمله. يعني انا يعني انبسطت جدا من انه هو ابتدى يجرب الاول في فئه ال 10 جنيهات وبعد كده تدريجيا يبتدي ينتقل الى فئات اخرى، ما يبقاش حتى تغيير جذري لكل الفئات. ليه؟ لان هيبقى صعب جدا ان احنا نغير بشكل واضح من حجم التداول اللي كان موجود في الاصدارات القديمه، كنا هنفتح باب لاشاعات كثيره جدا وبالاخص اشاعات مغرضه مرتبطه بقى لا اصل هم هيغيروا العمله، لا اصل العمله اتلغت، لا اصل مش عارف هيبقى في عمله جديده. انت عارف حضرتك ان السياسات النقديه والسياسات الاقتصاديه بصراحه بشكل عام يعني سريعه التاثر بشكل كبير بفكره الاشاعات، ويحصل طبعا للمركز الاعلامي لمجلس الوزراء وغيرها من المؤسسات الحكوميه اللي بترد بشكل سريع على الاشاعات. فانت عشان تغير شكل كل فئات العمله بتاعتك وتبتدي ان انت تفتح مجال كبير ان ممكن كمان لا الاصدارات السابقه دي مش هيتم تداولها، مش هيتم الاعتماد عليها، فطبعا الموضوع مش بالسهوله اللي احنا ممكن نكون بنتكلم بيها. فعشان كده البنك المركزي ابتدى ياخد الموضوع بشكل تدريجي. طيب انا هنا ممكن يعني لو سمحت لي هيبقى في عندي بس مناقشه ولو قصيره جدا. انا عايز اعمل شمول مالي في البلد وعاوز ما بين قوسين كده اعرف اللي تحت البلاطه، يعني النقد داخل الاقتصاد الموازي غير الرسمي قد ايه؟ فده مش هيحصل غير لو انا قلت يا جماعه انا هعمل مهله لاستبدال العمله بتاعتي من العمله الورقيه الى العمله الجديده البوليمر، علشان اروح لاي فرع من فروع اي بنك في الدنيا عشان استبدل هاخد الفلوس الكاش اللي كانت تحت البلاطه وفي المرتبه وفي الدولاب وما الى ذلك، واروح للبنك شريطه انه عشان يتم الاستبدال يتم فتح حساب. فانا كده عرفت كم من النقد المتداول في السوق تحديدا داخل سوق غير رسمي او داخل الاقتصاد الغير الرسمي. خليني اقول لحضرتك ان الكلام دوت اللي انت بتقوله هو كلام طبعا محترم جدا، وكلام احنا يمكن حتى في كتير من الابحاث بنتناول. المشكله ان على عشان الكلام دوت يبتدي يتنفذ على ارض الواقع بيبقى الموضوع فيه كتير من الصعوبه، فكره ان انت تبتدي توجه بشكل او باخر المواطنين ان العملات ديت هيتم الغائها وهيتم استبدالها. لكن خليني اقول لحضرتك ان حتى بيتاخد مجموعه من الاجراءات بشكل او باخر بتوصلنا للهدف ده. ممكن يكون الاجراءات دي بتوصلنا بس فتره زمنيه اطول شويه، لكن هي بتوصلنا لنفس النقطه دي، قد يكون من ضمنها تغيير شكل العمله بإذن الله. أنا بشكرك جدا 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 دكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم. ألف 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 شكر.